السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعليم أونلاين. ماذا قال الألمان بعد الهزيمة من مصر؟ ومدرب منتخب مصر يهدد كريم هنداوي بالاستبعاد. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. نشر الاتحاد الألماني لكرة اليد عدد من التصريحات التي أدلى بها لاعب ومسؤول الفريق بعد الهزيمة أمام مصر بنتيجة 31-26 في دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020. ووفقا لما نشر الاتحاد الألماني عبر موقعه، فإن ردود الأفعال جاءت متشابهة بتشير إلى قسوة الهزيمة وانتهاء أمل المنافسة على ميدالية بعد الخروج من الأولمبياد. وقال لاعب ألمانيا: أبارك لمصر فوزهم المستحق علينا، إذا لم نلعب بأعلى مستوى في ربع النهائي فسيكون من الصعب أن نصل إلى قبل النهائي. الهزيمة قاسية علينا، ولكن مصر فريق عظيم وأمامه مستقبل مبهر. ومن جانبه قال لاعب ألماني: قدمنا أداء متكافئ مع مصر وربما كنا أفضل، ولكننا لم نترجم ذلك إلى نتيجة. أتمنى أن نلعب مستقبلا للتتويج من ميداليات. لعبنا موسما طويلا وصعبا وقدمنا كل ما لدينا اليوم، علينا أن نتعايش مع خسارتنا. وعلق نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد قائلا: خسارتنا أمام مصر جعلتنا كمن يجلس على طاولة وسط أشخاص يتقاسمون الكعكة وتركوه جائعا. وتحدث المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة اليد قائلا: مصر واجهتنا بقوة كنا نتوقعها، لقد انفجروا بشكل لا يصدق في وجهنا. فريقنا كان ساكنا أمامهم، علينا أن نتحرك أكثر في المستقبل. الجدير بالذكر أن فوز مصر على ألمانيا منح الفراعنة تأهل إلى الدور قبل النهائي في الأولمبياد للمرة الأولى عبر تاريخ مشاركات الفراعنة. يلتقي الفريق مع فرنسا صباح يوم الخميس، ويشهد اليوم الأربعاء عدد من المنافسات التي يشارك فيها بعض الرياضيين المصريين في عدد من الرياض المختلفة باليوم الرابع لدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو 2020. منافسات الأربعاء للاعبين المصريين ستشهد تنافس ثنائي محمد إبراهيم ومحمد متولي على ميداليتين بروسيمتيا في المصارعة الحرة، وكذلك الثنائي نائل نصار ومحمد زيادة في نهائي الفروسية. الساعة 2:05 صباحا إيهاب عبد الرحمن تصفيات رمي الرمح المجموعة الأولى رجال. الساعة 2:37 صباحا مؤمن مهران تصفيات سباق القوارب 200 التصفية الثانية رجال. الساعة 4 ودقيقة صباحا سماء أحمد تصفيات سباق القوارب 500 التصفية الرابعة سيدات. الساعة 8 صباحا مها جودة تصفيات الغطس 10 مساء سيدات. الساعة 12 مساء نائل نصار ومحمد زيادة نهائي الفروسية. الساعة 12:38 محمد إبراهيم ضد الفائز من الدنمارك. الساعة 12:52 محمد متولي ضد الفائز برونزية المصارعة الرومانية وزن 87. منذ أن شاركت في الأولمبياد للمرة الأولى في نسخة برشلونة 1992، تحلم كرة اليد المصرية باقتحام المربع الذهبي للدورات الأولمبية والتواجد بين الأربع الكبار، كما نجحت مصر في التواجد في المربع الذهبي لمونديال كرة اليد في فرنسا 2001. عاد الفراعنة من جديد ليكتبوا تاريخ جديد لهم ويتأهلوا إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020. وجاء تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بعد عرض قوي ورائع وسيطرة ميدانية للفراعنة على مواجهة ألمانيا منذ بدايتها وحتى النهاية، ليفوز المنتخب المصري بنتيجة 31-26. منتخب مصر أصبح أول فريق عربي وأفريقي ينجح في التواجد في نصف النهائي الأولمبي منذ انطلاق مسابقة كرة اليد في نسخة برلين 1936 وحتى الآن، كما أصبح ثاني فريق من خارج أوروبا يتأهل إلى نصف النهائي بعد كوريا الجنوبية التي تأهلت للمربع الذهبي بفضل احتلالها المركز الأول في المجموعة الثانية عند إقامة البطولة على أرضها في
في مدينة يونيل 1988، وكان النظام آذاك ينص على تأهل متصدر ووصيف المجموعتين إلى قبل النهائي مباشرة. انتظر منتخب مصر 28 عام من أجل تأهل المربع الذهبي للأولمبياد منذ مشاركته الأولى في برشلونة 1902، والتأهل إلى المربع الذهبي أصبح أفضل إنجاز حققه مصر منذ مشاركتها في الأولمبياد، حيث كان أفضل مركز وصل إليه المنتخب المصري والمركز السادس في الأولمبياد 1996. ولأول مرة تنجح مصر في تحقيق 5 انتصارات في نسخة واحدة في الأولمبياد، حيث حقق 4 انتصارات في دوري المجموعات ثم الفوز الخامس على حساب ألمانيا في دوري الثمانية وخسارة واحدة أمام الدنمارك بدوري المجموعات. وكان أقصى عدد انتصارات وصلت إليه مصر كان 4 انتصارات، منها 3 انتصارات بمرحلة المجموعات وفوز في تحديد المركز السابع بأولمبياد سيندي 2000. وحققت مصر رقم جديد في مسيرتها، حيث تغلبت على 3 منتخبات أوروبية في أولمبياد طوكيو 2020، وهو رقم لأول مرة يحققه المنتخب في دورة واحدة بالأولمبياد، حيث كان أقصى عدد انتصارات على منتخبات أوروبية كان 2، حدث ذلك أمام ألمانيا في دور المجموعات. وسوفينا في تحديد المركز السابع بأولمبياد هندي 2000. وكما تسببت لقطة كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد في تهديد مباشرة من مدربه خلال مباراة الفريق المصري ضد ألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، وتصدى هنداوي لفرصة هدف ألماني في الدقيقة 26 ليحافظ على تقدم مصر ب3 أهداف في رحلته إلى نصف النهائي، ليشير إلى لاعب ألمانيا بأنه لن يسجل. في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، قال شريف عريان أمين اللجنة الأولمبية ومرافق البعثة المصرية في طوكيو بأن مدرب الفريق اعترض بشدة على تصرف هنداوي. وسرد العريان الواقع بعد إشارة كريم هنداوي بطريقة بها الكثير من التعالي، تدخل في نفس اللحظة فورا أثناء المباراة وحذره من تكرار ذلك الفعل. وأنا العرياني المدير هدد كريم هنداوي بالاستبعاد والخروج من الملعب إذا قرر هذا الأمر، وجاء الرد من الحارس المصري بالاعتذار على ما بدر منه. كما فوز منتخب مصر جاء ليكسر سلسلة انتصارات المنتخب الألماني على الفراعنة في الأولمبياد، حيث حقق الماكينات 4 انتصارات متتالية، كان آخر انتصار حققه المنتخب المصري في أولمبياد سيدني في دور المجموعات بنتيجة 22-21. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.